بيكم معنا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة، معاكم إن شاء الله من 4 ل 5. وصفاتنا النهاردة وصفات مصرية تقليدية إن شاء الله تعجبكم جدا. هنعمل منيو متكامل للناس اللي ما بتعرفش تقدم إيه مع إيه أو تعمل إيه مع إيه. هنعمل أول حاجة سبانخ، إحنا داخلين أهو على موسم السبانخ والقلقاس والأرنبيط والكرومب، يعني إيه العائلة الشتوية شوية دي. عندنا لحمة مسلوقة، إحنا اللحمة يا جماعة ما بتتغسلش، بنجيبها من مصدر موثوق فيه، بنحط على النار مية تكون بتغلي، بنحط فيها ملح، فلفل حصى اللي هو الفلفل الأسود السليم، بنحط حبهان ولورة ومستكة، وبنحط عود قرفة، عود زعتر، عود روزماري، وبعدين بنحط كرات وكرفس وبصل وجزر وطماطم. نغليهم الأول غلوة، وبعدين نسقط اللحمة، وبعدين نسلقها، وبعدين نشيلها الأول لوحدها على جنب، وبنجيب الشوربة نصفيها من الخضار بتاعها ونشيلها على جنب. احنا هنستخدم الاتنين هنا، وممكن تشيلوهم في الفريزر، بس كل واحد برضو لوحده عشان الشوربة ما تبوظ اللحمة، والخضار لازم يتشال من الشوربة عشان ما تبوظ. للمقادير عندي سبانخ مفرومة، وانتوا عارفين انا بفرم السبانخ كبيرة مش صغيرة، لكن طبعا طريقة الفرم كل واحد حر فيها. لحمة مسلوقة والشوربة بتاعتها متصفية. عندي ملح وفلفل وزيت وسمنة، بصل مفروم، كزبرة خضرة مفرومة وكزبرة ناشفة بودرة، صلصة طماطم أو معجون الطماطم، عصير طماطم سواء كان فريش أو معلب أو فريش ومتصلصل شوية، ثوم مفروم ورشة السكر. نقول أول حاجة بسم الله، الحلة على النار سخنة، هحط فيها معلقة سمنة. احنا في مصر بنطبخ بالسمنة، فأنا يعني بطبخ أكل مصري هلتزم بقى بالطريقة التقليدية. وهحط البصل، وهنزل معاه الملح والفلفل، وانا بحب مع الخضار فلفل اسود كتير. هنزل معاهم شويه من الكزبره الخضراء المفرومه واقلب. هنزل السبانخ، الطماطم، ممكن طبعا تنزلوا الطماطم الاول مع البصل، وبعدين عصير الطماطم والسكر، وبعدين تسقطوا السبانخ. بس انتوا عارفين انا بحب اشوح الخضار الاول تشويحه، فبفضل ان انا اخدهم تشويحه كده الاول مع بعض. كله صح وكله حلو وكله هينفع، ما فيش مشكله. وبعدين هنزل عليها صلصه او عصير الطماطم، معلقه السكر، الشوربة مش كتير، خلوا بالكو علشان السبانخ طبعا هتنزل ميتها، وقلب. واقوم منزلة اللحمة، لان اللحمة عندي اصلا مسلوقة، وفي الوقت ده ابتدي اعمل التقلية. التقلية اللي هي في طاسة هنا انا مسخناها، هاخد السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد الثوم، الكزبرة الخضراء، طبعا السبانخ في ناس تحط لها رز، وفي ناس تحط لها عدس، وفي ناس تحط لها حمص، وفي ناس بتحط لها فريك، وفي ناس بتحط لها برغل، وفي ناس بتحط لها حمص شام وحمص طبيخ، يعني كل واحد حسب ما تربى في البيت عنده كان بيعملها ازاي، ما فيش مشكله مش هنختلف. ملح وفلفل، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه بس يكون مسلوق. واقلب التقليه دي، مش عايزاها تغمق على فكره،
يدوبك أشم ريحة التوابل والثوم والكزبرة، ويدوبك الثوم يستوي وياخد لون ذهبي. أقوم جاية هنا جايبة الصوص ومنزلة التقلية بتاعة السبانخ، وبكده تكون السبانخ خلاص جاهزة. يدوبك هتغلي غلوتين بحيث ان هي تستوي من غير ما تموت مننا خالص. برضو انا عايزة يبقى فيه طعم وريحة وقوام ولون السبانخ موجودين، لكن يعني ايه طبعا تاخد كده ايه بقى تقليبة مع بعضها. السبانخ ممكن تتخزن من السنة للسنة. ازاي؟ بنجيب السبانخ نقطعها زي ما احنا مقطعينها كده، واجيب على النار معلقة زيت او معلقة سمنة بدون ملح بدون توابل، واشوحها تشويحة سريعة جدا على نار عالية جدا، بعدين اسيبها تهدى واكيسها واشيلها الاكلة باكلتها اطلعها على الاستخدام. وانا بفضل الطريقة دي عن طريقة السلق، لان بحس ان السلق بيهري السبانخ قوي وبيغير لونها جامد. بس كده حلو قوي. طيب هنقدم السبانخ مع ايه؟ هنقدمها مع رز معمر، بس احنا عشان حطينا اللحمة في السبانخ فاحنا مش هنحط لحمة تاني في الرز المعمر. انا هعمله سادة. ممكن جدا تاخدوا لحمة تكون مسلوقة او فراخ تكون مسلوقة وتحطوها مع الرز. علشان نعمل الرز عندي كوباية من الرز المصري مغسول ومنقوع ومتصفي، ووحدوا كوباية لكل المعيار، كوباية من اللبن، كوباية من الشوربة، نص كوباية من الكريمة. الرز المصري بياخد كوباية لكوباية لو هعمله مفلفل، بياخد كوبايتين ونص سائل لو هعمله رز معمر، وهي دي الحسبة المظبوطة جدا. واللي بيحبوا ناشف سنة يحط واحد شوربة واحد لبن ربع كريمة، يعني بدل نص يبقى ربع كريمة للناس اللي بتحبه ناشف سنة. تمام. بعد كده بقية المقادير عندي قشطة بلدي او وش اللبن، سمنة بلدي، ملح وفلفل، قرفة وجوزة الطيب، حبهان ومستكة، عشان نديله طعم حلو جدا يضاف الى طعم الايه الرز. هنعمل ايه بقى؟ طيب نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل. يلا تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الرز. يلا استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. انا نفسي تبقوا معايا عشان تشموا ريحة السبانخ رائعة يا جماعة. لا هيحط حمص، يحط حمص مسلوق او الحمص السريع ويكون منقوع 12 ساعة، ممكن برضو يلحق يستوي مع السبانخ عادي، بس انا بحب احطه مستوي هو واللحمة، لان انا زي ما انتم شايفين كده ما بطولش عليها قوي، لان زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي لونها بيفضل اخضر، ما بغطيش عليها عشان لونها ما يسودش، وما بطولش عليها المدة قوي عشان ما تتهريش وعشان ما تسودش. انا بحب اقطعها كبير عشان لما اجي اخدها على الرز يبقى فيه يعني احساس كده بالسبانخ، لكن لو انتوا طبعا عايزين تفرموها انعم من كده بالسكينة مفيش اي مشكلة خالص. ننظف بس الطبق وكده السبانخ جهزت. هنجهز لها الايه الرز. ننظف طبقنا ونودي السبانخ هناك، وبعدين تكونوا انتوا نزلتوا لنا بقى مقادير الرز المعمر. ونقول الملحوظة مرة تانية اللي قلناها قبل الفاصل، انه الرز المعمر المظبوط جدا كوباية الرز المصري بتاخد كوبايتين ونص من السائل، واحد شوربة، واحد لبن، نص كريمة. الناس اللي بتحب الرز المعمر يبقى ماسك نفسه سنة هتخلي نص كوباية الكريمة ربع بس.
هتنزل لكم المقادير دلوقتي على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا هبتدي إيه أشتغل على طول. أنا عندي هنا أوحد الكوباية اللي بوزن بيها، أوحد الكوباية. أنا عندي هنا كوباية كبيرة من الرز المصري، وبالتالي هعاير بنفس الحاجة. آدي الشوربة، اللبن، وآدي نص الكريمة، وابتدي أدي السائل ده كل التوابل اللي أنا عايزاها، اللي هي جوزة الطيب، حبهان، قرفة، مستكة، ملح، فلفل. أرفع على النار وأحط على الرز السمنة البلدي، وأحط على وشه القشطة اللي هي وش اللبن، القشطة اللباني بتاعتنا بتاعت اللبان، تجيبوها بالكيلو من عنده يعني ربع أو تلت أو كده، أو تشيلوا أنتوا وش اللبن لو أنتوا بتستخدموا اللبن السايب بتاعنا وبتغلوه، لما تشيلوه في التلاجة هيعمل الوش اللي هو القشطة، تشيلوها وتستخدموها في الرز وفي أم علي وفي كل الحاجات دي. أول ما السائل هيسخن أنا مسخنة الفرن، هقوم على طول حطاه على الرز ومدخلاه الفرن. بدأ يسخن أهو، كل ما يسخن كل ما يديني نتيجة أحسن. طيب التوابل اللي احنا حاطينها، في ناس ما تحبش القرفة تشيلها، ناس ما بتستخدمش جوزة الطيب تشيلها، ناس بتحب تستخدم الفلفل الأبيض مع الحاجات اللي فيها صوص أبيض، ماشي الحال. يعني أنا قصدي أقول مفيش إجبار على أي حاجة، كل واحد يعمل الطعم اللي هو بيحبه. نحط السائل كده ونفتح الفرن وندخل بسم الله الرحمن الرحيم الطاجن عشان ياخد تسويته. الأول بكون مشغلة الفرن من تحت بس، والأول أول غلوتين لحد ما يبتدي يتشرب بكون مش مغطية الطاجن زي تسوية الرز العادي على النار. بعد كده لما يبتدي يتشرب بقوم مغطية الطاجن بأي غطا، وفي آخر 5 دقايق أفتح بقى الغطا وأشغل الشواية من فوق علشان الرز ياخد اللون الحلو من فوق. نفس تسوية الرز العادي خالص، بس الفرق إن أنا في الآخر بشيل الغطا وأفتح الشواية لحد ما الرز يستوي. تعالوا نعمل الشوربة. السبانخ خلاص والرز خلاص. شوربة الكرفس من الشوربات الحلوة جدا جدا. عندنا زبدة، بصل، أنا حتى البصل شرايح عشان أنا بحب قوي البصل في الشوربة، بحب طعمه، لكن طبعا اللي مش عايز يحس بيه ممكن يقطعه صغير جدا، وممكن تاخدوا الشوربة دي بعد كده ضربة بالهاند بلندر أو في الخلاط. المقادير: زبدة، كرفس مفروم، بصل، شوربة، شوربة لحمة، خضار، فراخ، أي شوربة عندكم، كريمة، جوزة الطيب، وبقدونس مفروم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طب هتقولي حبايبي حلة، هتقولي حلة متوسطة كده أو كبيرة، لأن دول صغيرين قوي على الشرب. بعد الشوربة إن شاء الله هنعمل مع بعض فراخ لطيفة جدا، وعايزة بقى أتكلم شوية عن غسيل الفراخ علشان بيجي لنا أسئلة عليه كتيرة جدا جدا.
الفراخ يا جماعة بنغسلها كويس جدا، بنشيل كل الزوايد من جوه الفرخة ونشطفها الأول كويس قوي قبل ما نبتدي ننقعها. بعد كده لما نوصل لمرحلة النقع بناخد الفراخ ننقعها في مية، يعني للفرخة الصغيرة دي اللي هي من كيلو لكيلو 200 بحط لتر مية، وبحط عليه معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وممكن أحط توابل كمان، يعني ممكن أحط لورة، ممكن أحط حبهان، ممكن أحط فلفل حصى، وبحط خل ودقيق. كل ده بيسحب الزفارة وبيطري الفراخ وبيسهل بعد كده تسوية الفراخ نفسها. تعالوا نبدأ بقى إن شاء الله في الشوربة. بسم الله، آخد زبدة وأحط مع الزبدة البصل، الملح والفلفل وجوزة الطيب. مش عايزة البصل يغير لونه، عايزاه يدوبك ريحته تطلع ويبتدي يبقى شفاف. هحط معاه ملح وفلفل، وحطيت جوزة الطيب، وقلب لحد ما يبتدي الريحة بتاعت البصل والزبدة وجوزة الطيب يطلعوا، ولحد ما البصل ده يبتدي يديني لون أو نتيجة كده إنه شفاف شوية. لحد ما هو ياخد اللون ده، تعالوا احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض الشوربة، نعمل مع بعض وصفة الفراخ، ولسه كمان في وصفة سلطة، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. رفعت انا في الفاصل البصل لانه اخذ اللون اللي انا عايزاه، فمش عايزاه يغمق عن كده. عملنا ايه؟ حطينا زبده، ملح وفلفل، جوزه الطيب، بصل شرايح، شوحناه لحد ما بقى لونه شفاف. هنزل الكرفس، انا فرماه ناعم جدا، وهاخده تشويحه مع الروايح دي كلها، وهو كمان طبعا هيبتدي دلوقتي يدينا ريحته وطعم. هنزل شوية بقدونس، هنزل الشوربة، ممكن تبقى مية، وهنزل الكريمة. طبعا اللي مش عايز يحط كريمة ممكن يستغنى عنها وتبقى الشوربة بيضة، يعني قصدي بيضة ايه؟ لا قصدي شفافة، يعني مش شوربة بالكريمة. وممكن اللي ما عندوش كريمة يجيب لبن ويحط فيه معلقة دقيق ومعلقة قشطة، قشطة بقى وش اللبن، قشطة علب، ويقلبها وتوفي بنفس الغرض. وممكن لبن ودقيق من غير كريمة. كده الشوربة جاهزة، هسيبها لحد ما الكرفس يطرى خالص ويستوي. ممكن طبعا نضربها بالهاند بلندر أو الخلاط، وممكن نسيبها فيها قطعة كده حسب الرغبة وحسب الذوق، كل واحد بيحب ياكل الحاجة بطريقة. نعمل بقى الفراخ. الفراخ زي ما قلت لكم قبل الفاصل بننضف كويس جدا وبننقع، وبعدين نيجي نسلق. بحط مية سخنة على النار، بنزل فيها، نزلونا المقادير الأول عشان ما اسبقكوش. هنحط في المية دي ملح، هو أنا ما عنديش فلفل حاصة فهحط فلفل عادي، مش عارفة ليه ما فيش فلفل حاصة، لماذا يا هلطر؟ ما علينا، كلها حاجات بسيطة عادي. ملح وفلفل، أنا بفضل الفلفل الحاصة في الشوربة عشان الشوربة ما تغمقش، ده الهدف يعني. كرات وجزر وبصل، طماطم، كرفس، حبهان، زعتر، روزميري، دي حاجة السلق، دي حاجة السلق، ما افصلوا لنا طيب يا جماعة عشان الناس ما تتلخبطش. نقول تاني، الفرخة، مية سخنة، ملح وفلفل، طماطم، جزر، روزميري وزعتر، لورا، مستكة، حبهان، كرفس، بصل، جزر، ادي حاجة السلق.
سلق اي حاجه، فراخ، لحمه، بط، ارانب، حمام، سمان، اي حاجه عايزين ان انتوا تسلقوها. هعمل ايه؟ الميه سخنه، هنزل الملح، الفلفل، الطماطم، الجزر، الكرفس، بقطعهم كبير عشان لما اجي بعد كده اشيلهم من الشوربه تبقى العمليه اسهل، البصل طبعا، وبعدين الحبهان، المستكه، اللوره، الزعتر والروزماري. انا بفضل ان هم يبقوا صحاح، ما تحطهمش مفرومين كده عشان برضو تسهلوا على نفسكم انكم تشيلوهم بعد كده من الشوربه. وبعدين انزل الفرخه اللي غسلتها كويس جدا ونقعتها زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تكون الخضروات اخذت غلوه في الميه بتاعه السلق، بعد كده نيجي للمرحله الثانيه اللي هي تغليف الفراخ بعد السلق. بعد ما تسلقوا الفراخ وتقطعوها اربع ارباع ويبقى ده شكلها، هجيب بقسماط وهجيب بيض وميه، وعندي ملح وفلفل، زعتر، بابريكا، كاري، ثوم بودره، وبصل بودره. اقول بسم الله واقول لكم هنعمل ايه. هجيب بوله هحط فيها البيض، بسم الله، الكاري، ثوم بودره، بصل بودره، زعتر، بابريكا، ملح، فلفل، كوباية مية في درجة حرارة الغرفة، وابتدي اضرب ده كله مع بعضه كويس جدا. اهم حاجة بعد ما الفراخ تتسلق انها تتشال من الشوربة بتاعتها بدون اي بواقي من الخضار، والشوربة تتصفى من بواقي الخضار، وكل حاجة تتشال لوحدها عشان الفراخ ما تحمضش بسهولة. ضربنا البيض مع التوابل مع المية، وهجيب بولة هاخد فيها البقسماط، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ما نوسخوش كله، او يعني نعمله كله شوفوا في الوصفات، بالذات الوصفات الاجنبي هتلاقوا مكتوب فيها بقسماط منكه. بيتعمل ازاي؟ ادي بقسماط عادي خالص عاملينه في البيت ببواقي العيش اللي حمصناه وطحناه، او جايبينه من الفرن او من السوبر ماركت. هحط عليهم بابريكا، كاري، ثوم بودره، بصل بودره، زعتر، فلفل اسود، وملح. يبقى كده بقى عندي بقسماط منكه، يعني انا ممكن اعمل بقسماط ده واشيله زي ما هو، ووقت الاستخدام اطلعه على طول استخدمه. نلبس بقى الجلوفز. الشوربه خلصت، هرفعها من على النار، هحط بدلها الطاسه اللي انا عايزه احمر فيها الفريخ. تسخن ومعاها المعلقتين بتوع الزيت، خلينا نستخدم زيت دورة احسن.
ممكن زبدة، ممكن سمنة، وممكن ميكس ما بين الزيت والزبدة أو السمنة. مش تحمير غزير، ده تشويح بس. أبتدي أخد الفراخ اللي اتسلقت أنزلها على خليط البيض، ومن خليط البيض على البقسماط اللي احنا نكهناه، وزي ما قلت لكم ممكن يتشال منكه. اخد القطعه بتاعه الفراخ، طبعا ممكن تقطعوها اصغر من كده بس احنا هنقطعها 4 ارباع، وبعدين اخدها اغلفها بالبقسماط، واجيب طبق اطلع عليه الفراخ. دايما ايد نظيفه علشان التحركات، يعني انا بستخدم ايدي اليمين بس والايد الشمال نظيفه عشان اي تحركات جوه المطبخ اقدر اني اتحرك بسهوله اهو. واخد القطعه اللي بعدها بسم الله واحطها هنا، وبعدين اطلعها واحطها في البقسماط. والبقسماط ده ممكن يبقى دقيق برضو منكه، بس انا بحب البقسماط اكتر. وهكذا. وهاخد بقى الفراخ دي على المعلقتين بتوع الزيت اللي هو تشويح مش غزير، وابتدي احمر الفراخ تحميره عاديه جدا، علشان مش تحميره، شكرا، ايوه كده، متشكره جدا، كده اوضح اهو. لو تقدروا ان انتوا تصوروه كده، كده بقت المقادير اوضح، شكرا جدا. بس كده اهو، هاخد بقى دي كده كمان. ممكن تسيبوه على فكره في تتبيله البيض دي ساعتين، وممكن تشيلوها معموله بالبقسماط وتطلعوها على طول، طعمها بيبقى حلو جدا ومختلف جدا عن اي فراخ تانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبقه اللي بره دي بتبقى لطيفه جدا. وبتدي نتيجه لذيذه، وزي ما بقول لكم ممكن تشيلوها في الفريزر بالطبقه بتاعت البقسماط دي وتطلعوها على التشويحه الاخيره دي، بتنفع قوي برضو في الفريزر. كل طبخه اعملوا منها طبختين وشيلوا منها جزء في الفريزر، حتى الرز المعمر، السبانخ، الفراخ، الشوربه، كل دول ينفع يتشالوا في الفريزر، يدونا وجبه تانيه في وقت نكون يعني مستعجلين فيه او عندنا زنقه، نقدر ان احنا نرجع للحاجات اللي في الفريزر دي. كده احنا خلصنا، يلا نطلع فاصل. هنعمل ايه وانتوا في الفاصل؟ هرفع الدفعه دي وانزل الدفعه اللي بعدها، ترجعوا لنا من الفاصل. لسه عندنا حاجات عايزين نعملها، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نعمل السلطه. ناخد بس اشياءنا معانا كده اللي هنقدمها مع الاكل اللي احنا عملناه. ممكن يا استاذ طمان واحنا بنراجع ننزل المقادير عشان نعمل السلطه. محتاجين اهي، محتاجين طماطم، بقدونس، بصل احمر، ملح وفلفل، كمون، عصير ليمون، وزيت ذره. مقادير بسيطه جدا وسلطه لطيفه قوي وخفيفه وهتعجبكم. طبعا زي اي سلطه انا ببدا الاول بالدريسنج، انزل عليه البصل، اغطيه، اسيبه 10 دقائق ربع ساعه، ارجع احط له بقيه المكونات، ولو في طماطم بنزلها الاول على البصل مع الدريسنج واقلبهم واسيبهم تاني 10 دقائق متغطيين، وبعدين ابتدي انزل بقيه المقادير زي اي سلطه بنعملها. تمام، هحط الزيت، استاذ طمان الكمون، الملح، الفلفل الاسود، عصير الليمون، هما مش سامعيني؟ سامعيني؟ نص نص؟ استاذ طمان، وانزل البصل واقلب
كده اهو. ممكن واحنا بنراجع ننزل المقادير، استاذنكم. ما احنا خلاص هنخلص ونراجع، عشان كده انا بقول يعني عندنا وقت. وانزل ده واخلط اهو، واسيب تاني 10 دقايق وبعدين اجيب البقدونس. ودي كمان بتبقى لطيفة قوي قوي مع المحشي، وبتبقى لطيفة جدا جدا مع المشويات. يعني دول انا مع المشويات اعمل طحينة واحط ده جوه الساندوتش، بتبقى حلوة جدا جدا. وطبعا انتوا عارفين البقدونس بيحرق الدهون كويس جدا، وبيغير طعم البق وريحته، لطيف قوي قوي قوي. فالسلطه دي لذيذه وخفيفه وسريعه وسهله زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش اي حاجه، مكوناتها بسيطه جدا. بس دي سلطه اساسيه عندي في البيت الحقيقه، وانا بحبها قوي. كده احنا خلصنا. نودي الطبق هناك عند التقديم ونراجع سوا احنا عملنا ايه النهارده لحد كده. بس ايه، انا مستنيه الرز خلص استوى، بس عايزه اديله وش. يعني انا فتحت الشوايه زي ما اتفقنا اخر كام دقيقه نفتح الشوايه عشان ناخد اللون اللي احنا عايزينه، فانا فتحت الشوايه بس لسه ما خدتش اللون اللي انا عايزاه، فهسيبه اخر حاجه هطلعها بعد ما نراجع كل ال من اللي كان السبب لحد ما نراجع كل الوصفات اللي عملناها مع بعض. تحب تمشي بأني ترتيب؟ نمشي بترتيب الترابيزه ولا زي ما انتوا عايزين؟ نمشي بترتيب الترابيزه عشان انتوا ما تتلخبطوش. ايه رايك؟ يلا من الفراخ كده لقدام عشان ما يحصلش لخبطه. الفراخ المحمره بالبقسماط، احنا جبنا الفراخ وغسلناها كويس جدا، نقعناها في ميه معاها دقيق وملح، خل ابيض، فلفل حصى، لورا، حبهان، وسكر، وصفيناها كويس جدا. جبنا ميه سخنه على النار حطيناها، حطينا فيها كل المنكهات اللي هي كانت ملح وفلفل، كرات وجزر وبصل وطماطم وكرفس، زعتر وروزماري، حبهان ومستكة ولورا. وبعدين بعد ما سلقناها قطعناها 4 ارباع وصفيناها خالص من الشوربة، وجبنا البقسماط والبيض كل واحد في بولة، وتبلناهم الاتنين بنفس التتبيلة، ملح وفلفل، زعتر مجفف، بابريكا، كاري، توم بودرة، وبصل بودرة، والبيض حطينا عليه شوية مية. حطينا في البيض، ومن البيض على البقسماط، ومن البقسماط على الزيت. انا عملته بزيت مش غزير، انتوا طبعا تقدروا تعملوه بزيت غزير مفيش مشكله خالص. الوصفات على الشاشه على، لا انا عشان ادي للناس فرصه كمان ان هي تصور صراحه عشان ما بقاش. بعد كده عملنا السبانخ. السبانخ جبنا على النار السمنه البلدي، الملح والفلفل، وحطينا معاها البصل شوحناه، نزلنا عليهم السبانخ، الصلصه، السكر، عصير الطماطم، وبعدين نزلنا عليهم اللحمه اللي كانت اصلا مسلوقه، وعملنا لها بعد كده التقليه اللي كانت عباره عن سمنه، ثوم مفروم، كزبره خضراء مفرومه، وكزبره ناشفه مطحونه. وبعدين نزلناهم على بعض وسبناهم يغلوا مع بعض، ومع السبانخ كان فيه كمان كزبره خضراء، وبعدين قدمناهم. بعد كده عملنا الشوربه، شوربه الكرفس من الشوربات اللطيفه جدا جدا، وزي ما انتم شفتوا ما اخدتش وقت خالص. الشوربه كانت عباره عن زبده شوحنا فيها بصل مع ملح وفلفل وجوزة الطيب، وبعدين نزلنا عليهم الكرفس كتير وبقدونس مفروم شوحناهم، نزلنا عليهم الشوربة أو المية، وبعد كده نزلنا عليهم الكريمة وقدمناهم. وطبعا تقدروا تضربوا الشوربة عشان تبقى كريمي. آخر حاجة عملناها كانت السلطة. عملنا النهاردة سلطة لطيفة وسهلة. عملنا شرب مش شوربة، سلطة البقدونس. حطينا كمية بقدونس كبيرة، وحطينا عليها زيت، ملح وفلفل وكمون،
عصير ليمون، زيت ذره طبعا، وحطينا البصل وحطينا الطماطم وحطينا البقدونس وخلطناهم مع بعض كويس جدا وقدمناهم. ودي سلطه زي ما قلت لكم كده سريعه ولذيذه. عملنا كمان الرز المعمر. لكل كوبايه رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي كوبايتين ونص من السائل، واللي بيحب الرز يبقى سنه ناشف ومفلفل تبقى ربع كوبايه كريمه بس، كوبايه لبن، كوبايه شوربه، ربع كوبايه كريمه لو بحب الرز ماسك نفسه، ونص كوبايه كريمه لو بحب الرز المعمر طري. حطينا له كمان ملح وفلفل وقرفه، فص مستكه، جوزه الطيب وحبهان، حطينا له طبعا قشطه بلدي، وحطينا له كمان سمنه بلدي. ده كان المنيو بتاع النهارده، ودي كانت افكارنا ووصفاتنا للنهارده. بتمنى انها تكون عجبتكم، وطبعا بتمنى تتابعونا يوميا من 4 ل 5 على الهواء، قاعده 10:30 بالليل باذن الله. استنونا.